بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بمكون التاريخ. المرجع هو المفيد في الاجتماعيات طبعا القسم الخامس ابتدائي. إذن عنوان الدرس المغرب القديم، الاحتلال الروماني والمقاومة الأمازيغية. طبعا أهداف تعلماتي: أدرس خريطة الاحتلال الروماني للمغرب، أصف مظاهر من الاستغلال الروماني للمغرب، أتعرف رد فعل الأمازيغ ضد الاحتلال الروماني للمغرب، طبعا ثورة إيديمون. أمهد لتعلماتي: سمعت أن مدينة طنجة يوجد بها موقع تاريخي يسمى مغارة هرقل، يزورها السياح المغاربة والأجانب، ويقال إنها تعود لعهد الرومان، فكيف يمكنني دراسة خريطة الاحتلال الروماني للمغرب؟ وما هي مظاهر الاستغلال الروماني للمغرب؟ وكيف كان رد فعل السكان الأمازيغ ضد الاحتلال الروماني للمغرب؟ طبعا إيديمون نموذجا. أشتغل وتعلم. نبدأ بالنشاط الأول: أدرس خريطة الاحتلال الروماني للمغرب. إذا نمشيو للخريطة أولا، حاول نفهموها. العنوان هو المغرب في عهد الاحتلال الروماني خلال القرن الأول ميلادي. إذا العنوان هو المغرب في عهد الاحتلال الروماني. نمشيو للمفتاح. طبعا هذه هي مناطق الاحتلال الروماني في شمال غرب إفريقيا، هي هذه. ثم حدود ولايات الرومانية، ها هو ها الحدود بين الولايات الرومانية. إذا عندنا الولاية اللي هي موريتانيا القيصرية، وهنا موريتانيا الطنجية. طبعا وهنا كاين المغرب، إذا كاين في موريتانيا الطنجية مدينة عاصمة الولاية الرومانية. إذا هذه الولاية الرومانية التي هي عندنا عاصمة وليلي، نعم هنا كاين طنجيس وليلي. نعم، ثورة القبائل الأمازيغية ضد الرومان. نعم، هذا السهم كيعبرنا على الثورة التي جات من قبائل الموريون، ثم هنا قبائل أوتولون، ها هما نعم الأمازيغية قامت بثورات. ثم هذا الليمس، هذا سنقوم بشرحه. نعم، دابا سنمر إلى الأسئلة. أحدد موضوع الخريطة وأستخرج الاسم الذي كان يطلق على المغرب في عهد الرومان. إذا موضوع الخريطة هو المغرب في عهد الاحتلال الروماني خلال القرن الأول ميلادي، وكان يطلق على المغرب بموريتانيا الطنجية. نعم، موريتانيا الطنجية كما ترون. أسمي عاصمة المغرب في عهد الرومان. عاصمة المغرب، ها الرمز ديال العاصمة هو هذا. إذا فهي هنا هي وليلي، عاصمة وليلي. نعم، أستخرج من الخريطة أسماء القبائل الأمازيغية ورد فعلها ضد الاحتلال الروماني. إذا أسماء القبائل الأمازيغية، كنا عندنا طبعا قبائل موريون ثم قبائل أوتولون. سنرى طبعا هنا الإجابة. نعم، ها هي. بالنسبة لموضوع الخريطة، المغرب في عهد الاحتلال الروماني خلال القرن الأول ميلادي، والاسم الذي كان يطلق على المغرب في عهد الرومان قلنا هو موريتانيا الطنجية، واسم العاصمة المغرب في عهد الرومان طبعا هنا عندنا وليلي. ثم عندنا أسماء القبائل الأمازيغية، عندنا الموريون وقبائل الأوتولون. طبعا هنا قالوا لنا أعرف بالليمس، طبعا وأبين الهدف من تشييدهم مستعين بفقرة أنمي معجمي. هل الليمس جهاز دفاعي مكون من خندق الفوساطوم وأسوار وأبراج لمراقبة مدى هجومات القبائل الأمازيغية. سنرى هنايا الليمس جهاز دفاعي مكون من خندق الفوساطوم كما ترون، وأسوار وأبراج لمراقبة هجومات القبائل الأمازيغية. إذن الهدف من تشييده هو مراقبة هجومات القبائل الأمازيغية. نعم، مراقبتها هي مراقبة هجومات القبائل الأمازيغية. هذا طبعا بالنسبة لآخر سؤال. هذا نمر إلى طبعا الوثيقة 2. شيد يوبا الثاني مدينة القيصرية واتخذها عاصمة. إذا المدينة القيصرية عاصمة اتخذها يوبا الثاني. ثم تزوج كيلوباترا سيلينا ورزق منهما ابنه بطلميوس، وكان يقضي كل أوقاته في مجالات الفنون والعلوم والأداب. إذا كان طبعا العلوم والأداب مثقفا، وأحاط نفسه بالمهندسين والنحاتين، وأقام معامل صناعة صباغة الأرجوان، طور مصانع تمليح الأسماك تم تطويرها في عهده بليكسوس طبعا. وقيم على إيش؟ ها هو التمثال ديال يوبا الثاني الملك الأمازيغي من مملكة موريتانيا الكبرى.
إذا المملكة التي حكم هي مملكة موريتانيا الكبرى في عهد الاحتلال الروماني، ومن 25 قبل الميلاد إلى 23 ميلاد، من 25 قبل الميلاد إلى 23 ميلاد. أقرأ النص الوثيقات قريناهم ثم أجيب. أسمي المملكة التي كان يحكمها يوبا الثاني وعاصمة دولته. إذا المملكة هي مملكة موريتانيا الكبرى، مملكة موريتانيا الكبرى، والعاصمة هي مدينة القيصرية، مدينة القيصرية اتخذها عاصمة. أحدد فترة حكمها هي من 25 قبل الميلاد إلى 23 ميلادية. أستخرج من النص جوانب من شخصيته وأبين المجالات التي تم بها في حياته. نعم، من النص جوانب من شخصيته أنه كان مثقفا، لاحظوا كان يقضي كل أوقاته في مجالات الفنون العلوم الأدب، وكان مثقفا طبعا ذكيا. المجال الذي اهتم بها هي مجالات الفنون العلوم والأدب، والإنجازات دياله هو إقامة معامل لصناعة صباغة الأرجوان، هاي إقامة معامل لصناعة صباغة الأرجوان، ثم تطوير مصانع تمليح الأسماك بلوكسوس. إذا قام بتطوير مصانع تمليح الأسماك بلوكسوس، هذه أهم إنجازاته. نعم، سنمر إلى أصف مظاهر من الاستغلال الروماني للمغرب، يعني سياسة الرومان المغرب. لاحظوا اش داروا، فرائض، فرض ضرائب، ضريبه العقاريه، تحصيل ربع الدخل السنوي للفلاح، اذا الربع ديال الدخل السنوي كياخذوه هاد الرومان، ضرائب عند مرور الشخصيات الرومانيه والجيوز فوق اراضي القبيله. نعم، ثم احتكار الموارد، الحبوب وزي احتكروها وخذوها مع الخمور الاخشاب كذلك المواشي. اذا كانت سوء الاوضاع الاجتماعيه، مما تجنيد ابناء الامازيغ، فرض اعمال الصخرة، التمييز العنصري والظلم الاجتماعي والطبقي. اذا نقراو الوثيقة الخامسة. وطبقت روما سياسة اقتصادية جشعة طوال احتلال المغرب، تلخصت في جعل ولاياتها تخدم اقتصادياتها، نعم، وتلبي حاجاتها من الغذاء والتسلية لفقرائها والتجارة المربحة لتجارها، اذا والضرائب دولتها. هذا ما قلنا، احتكار الموارد، فرض الضرائب، سوء الاوضاع الاجتماعيه من بين تجنيد ابناء الامازيغ، فرض اعمال الصخرة، التمييز العنصري، الظلم الاجتماعي وكذلك طبعا. اقرا معطيات الوثيقه 5 4 و5، وثيقه 4 هي هذه وثم الوثيقه 5. استخرج من الخطط انواع الضرائب التي كان يفرضها الرومان على السكان الامازيغ. اذا انواع الضرائب هي الضريبه العقاريه، وثم الضريبه عند مرور الشخصيات الرومانيه والجيوز فوق اراضي القبيله. إذا الضريبة العقارية وكان القدر ديالها أن تحصيل ربع الدخل السنوي للفلاح، ياخذوا الربع 1/4 من ديال الفلاح، ثم ضريبة عند مرور شخصيات رومانية، عندما تمر شخصيات رومانية والجيوش فوق أراضي القبيلة فهناك ضريبة. أستنتج من الخطط والنص مظاهر استغلال الروماني الشعب. إذا فهناك استغلال احتكار الموارد كاملة، الحبوب وكذا، ثم هناك تجنيد أبناء الأمازيغ، فرض أعمال الصخرة. اذا هنا استخرج وضعية التي عاشها السكان في عهد السكان الامازيغ في عهد الاحتلال. اذا استخلص الوضعية التي عاشها السكان الامازيغ في عهد الاحتلال الروماني. الوضعية التي عاشها السكان الامازيغ في عهد الاحتلال الروماني كانت وضعية مزرية، فيها الفقر، فيها التهميش، فيها الظلم، فيها التمييز، سنرى ذلك. بالنسبة طبعا التمييز الاولاني، هل الاجوبة ديال قلنا بالنسبة للمملكة اللي حكمها يوبا الثاني، ها هي مملكة موريتانيا الكبرى، هي مكتوبة عاصمة عاصمة دولة مدينة القيصرية، فترة حكمي من 25 قبل الميلاد إلى 23 ميلاد، جوانب من شخصيتي مثقف، المجالات التي اهتم بها في حياتي مجالات الفنون العلوم الأدب، وبعض منجزاتي هو أنه أقام معامل لصناعة صباغة الأرجوان، طور مصانع تمليح الأسماك بليكسوس. رجعوا لهذا الشيء اللي قلنا قبيلة ثاني، قرينا هذا الشيء. إذا الضريبة العقارية، أنواع الضرائب التي فرضها ما هادو، الضريبة العقارية وثم الضرائب عند مرور الشخصيات الرومانية والجيوش فوق أراضي القبيلة. من الخطاطة مظاهر الاستغلال تجلت في احتكار الموارد، تجديد الموارد اللي هي طبعا. إذا عندنا احتكار الموارد، تجديد أبناء الأمازيغ، فرض أعمال الصخرة، التمييز العنصري، هذه كلها مظاهر استغلال الرومان للشعب الأمازيغي. والوضعية هي هذه، قلناها الفاقر نتيجة استغلال خيرات المغرب من طرف المستعمر الروماني. نعم، الآن درنا هذه، أعتذر، دابا غنمشيو للنشاط الثالث. طبعا قالنا هنا أتعرف ورد فعل الأمازيغ للاحتلال الروماني المغرب. طبعا ثورة إديمون نموذجا
كان رد الفعل الأمازيغي ضد الاحتلال الروماني هو اندلاع ثورة إيديمون التي وجد الرومان عناء على إخمادها، إذ تحصن الثوار بجبال أطلس وظلوا يهددون وليلي ومنطقة النفوذ الروماني. وإذا كان هؤلاء قد استطاعوا إبعاد الثوار الأمازيغ فإنهم لم يقضوا على الثورة التي استمرت طيلة التواجد الروماني ببلاد المغرب. إذا استمرت الثورة طيلة التواجد الروماني ببلاد المغرب. ها واحد إيديمون تمشى ديالو قائد الثورة الأمازيغي ضد الاحتلال الروماني. ها الخطة ديالو سياسة الأرض محروقة، كان كيدير إضرام النار في المدن والمراكز الرومانية، تدمير الحصون والخطوط العسكرية والأمنية، التحصن بالجبال. إذا أعرف شخصية إيديمون وأبين سبب ثورته ضد الرومان. طبعا فإيديمون قائد عسكري أمازيغي قاد الثورة على الحكم الروماني وواجه استبداد الإمبراطور كاليكو كاليكولا حاكم وليلي. إذا سبب الثورة دياله هو مواجهة الاستبداد، استبداد الإمبراطور كاليكولا حاكم وليلي. إذا مواجهة الاستبداد. طبعا استنتج من وثيقة الثورة مظاهر مميز ومميزات الثورة الأمازيغية التي قادها إيديمون. إذا مظاهر ومميزات الثورة التي قادها إيديمون ضد الاحتلال الروماني. طبعا فهي كانت ثورة قوية، طبعا استمرت إلى طبعا طيلة التواجد الروماني في المغرب، رغم أنهم تم إبعاد الثور الأمازيغ ولكن استمرت. سنرى طبعا هنا الإجابات. قلنا إيديمون هذا التعريف ديالو من مراسب ثورات الرومان هو سيدة كاليكونا، يعني سياسة ومظاهر ديالها جلت في أنه قام سياسة الأرض محروقة، تدمير الحصون والخطوط العسكرية الأمنية، تحصن بالجبال. إذا وجود عناء في إخماد ثورة، وجد الرومان عناء كبيرا في إخماد ثورة. استمرت ثورة الأمازيغ ضد الاحتلال الروماني مدة طويلة لأنها كانت هذا السؤال دخلنا نعرفوا شنو هو السؤال اللي قالنا هذا. أفسر لماذا استمرت ثورة الأمازيغ ضد الاحتلال الروماني مدة طويلة. إذا استمرت ثورة الأمازيغ ضد الاحتلال الروماني مدة طويلة لأنها كانت ثورة قوية من أجل الحرية، وحيث أن الوضعية التي كان السكان الأمازيغ يعيشونها صعبة، الفقر، فرض الضرائب، احتكار، مما طبعا فكانت ثورة قوية جدا. أقوي متعلماتي أبرز مميزات شخصية يوبا الثاني. قلنا مميزات شخصية يوبا الثاني أنها شخصية مثقفة وكانت شخصية قوية ذكية. تعريف ديال الليمس جهاز دفاعي مكون من خندق، فوساتوم وأسوار وأبراج لمراقبة هجومات القبائل الأمازيغية. ثم موريتانيا هي اللي كانت الاسم القديم لبلاد المغرب في عهد الرومان، الاسم القديم لبلاد المغرب في عهد الرومان. أعرف بالمقاومة الأمازيغية التي قادها إيديمون. اندلعت الثورة الأمازيغية بقيادة إيديمون واستمرت لسنوات عديدة، تطلبت من الاحتلال الروماني استنفار قوات عسكرية ولم يتم القضاء عليها بصفة نهائية، حيث استمرت طيلة التواجد الروماني ببلد المغرب. أبين مما درس ما يدل على حرص الأمازيغ على الحرية. نعم سنرى هنا حرص الأمازيغ على الحرية، يرفضوا سياسة الفقر والقمع، فرض الأعمال الصخرة والضرائب. إذن لم يستسلم الأمازيغ طبعا للاعتداءات والظلم الاجتماعي والطبقي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم.